نص قرد ونص إنسان. عدهم تقريباً 33 مليون إله. تعالوا نستكشف باتو كيفز. بهذا المكان أكو أكثر من كهف، منهم كهف مشهور ومهم بماليزيا قريب من العاصمة كوالالمبور. الكهف الرئيسي بهذا المكان صاير داخل تلة من الحجر الجيري، حتى الواحد يوصل له لازم يصعد سلم حجري ضخم 272 درجة. الناس ماتت من التعب. نشوف بعض الزوار الهندوس بهذا المكان عندهم تقليد يصعدون الدرج ويدخلون الكهف وهم حفاي ما يلبسون أي شيء برجلهم، نوع من النذر. والدخولية مجانية. وداخل هذا الكهف مزار هندوسي مهم، مكرس الإله الحرب اسمه لورد مورغان. الهندوس يجون لهذا المعبد يزورون ويقدمون القرابين، والسواح يجون يشوفون المكان ويأخذون صور. مسوي له تمثال صنم ضخم مصنوع من الخرسانة المسلحة أو الكونكريت المسلح، ارتفاعه تقريبا 43 متر، صابغي بلون أصفر. متونس بالموز. القردة نشوفها بكل مكان، عادة أليفة وما تأذي. وأحلى شي شفته هذا المنظر، مثل ما تشوفون القرد مشلب بومه. وأخيرا وصلت 272 درجة، متعبة، الواحد لازم يلبس ملابس مريحة، حذاء مريح، وينتبه من الأرضية، لأن هذه القرود الشوادي يشمرون أكل بالقاع، فممكن واحد يزحلق وينزل نتشخ يتكربس ويتكسر. هسه احنا داخل الكهف وهذا حجر جيري. داخل الكهف اكو فتحة يجي منها النور، شكلها روعة. هنا يجون الهندوس يقدمون القرابين. شوفوا الناس من مختلف الأديان من مختلف المعتقدات يسوون كل شيء حتى يرضون الإله مالتهم. وبهذا المكان باتو كيفز اكو كهف ثاني اسمه كهف رامايانا، والواحد قبل ما يوصل للكهف يشوف تمثال للإله القرد يسموه هانومان، نص إنسان ونص قرد. هذا يشوفوه تمثال الإله اسمه لورد كريشنا. هذا داخل الكهف. التماثيل أو الأصنام بكل مكان، أشكال ألوان، أي قوة يفكرون بها أو أي شيء يجي ببالهم يسووا آلهة لا إله إلا الله. حبيت أعرف كم إله عندهم، فسويت بحث، بصراحة ما وصلت لأي نتيجة. عندهم مئات الألوف إذا مو ملايين الآلهة. أحد المصادر يقول عندهم 33 مليون إله. 33 مليون إله، شوفوا عدد الآلهة اللي عندهم. داخل المغارة أو الكهف أكو درج عالي صعدته ووصلت لهذا المكان، مكان تقديم القرابين. اليوم كلها صعود كلها تعب. تقريبا وصلت، أتصور هذه تبرعات القرابين وهذا الكهف. الشعوب عادة ميتة من الجوع، ميتة من الفقر، ورجال الدين متنغنغين. شخصيا من أزور مثل هذه الأماكن أزورها من باب الفضول. الواحد ممكن يأخذ صور حلوة بهذا المكان ويحمد ربه أن ينور له بصيرته. إلهنا إله واحد، مع هذا أحترم جميع الأديان وجميع الثقافات، وأحب أن أعيش بسلام مع كل البشر.